في محافظة البصرة نظم العشرات من سكان المحافظة تظاهرة للمطالبة بإقالة مفوضية الانتخابات وتعديل قانونها أمام مبنى مجلس محافظة البصرة. وشدد المحتجون على ضرورة إقالة المفوضية وقانون الانتخابات التي أنتجت طبقة سياسية وتكتلات لم تجلب للبلاد سوى الويلات حسبما وصفها المحتجون، مؤكدين أن الاحتجاجات مستمرة حتى تحقيق أهدافها وإجراء تعديل عادل للعملية السياسية والإطاحة بوجوه الفساد والمتهمين به. نطالب بحل مفوضية الانتخابات. مفوضية الانتخابات، إلغاء مفوضية الانتخابات اللامستقلة وبشخوصها، كما نطالب بتنظيم قانون الأحزاب. وجود هذه المفوضية كمحاصصة سياسية هو خرق سافر للدستور، بالتالي مصرون على مطالبنا، لن نتراجع، محافظين على السلمية، وهذا الحراك وهذه الفعاليات ستستمر، تستمر التظاهرات ويستمر التصعيد لتغيير المفوضية ولتغيير قانون الانتخابات. هذه المفوضية هي غير ممثلة لأبناء الشعب العراقي، ولا نرى أنها مستقلة ما دامت هذه المفوضية تابعة لأحزاب السلطة. هذه الأحزاب تطالب بإبقاء هذه المفوضية لغرض الاستفادة منها في الانتخابات القادمة، ولذلك نطالب بتغيير هذه المفوضية وإنهاء هذا التسويف المتكرر الذي يقوم به البرلمان العراقي من أجل الإبقاء على هذه المفوضية.